صلى الله عليه وسلم. بإذن الله عز وجل نستكمل مجالس تدارس القرآن، أسأل الله جل ألا يحرمنا من هذه الجنة، هي جنة الدنيا حقيقة. خير الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، وأفضل الأوقات هي التي يقضيها الإنسان في مدارسة كلام الملك سبحانه وتعالى. نستكمل بإذن الله عز وجل سلسلة، يعني مش عايز أقول تفسير، هي وقفات مع آيات من كتاب الله عز وجل. أكرمنا الله عز وجل بوقفات مع بعض سور القرآن، سورة سبأ وفاطر وياسين وبعض أو أغلب جزء عامة، مع سورة الحديد من المدني، وسورة الفتح من القرآن المدني، مع سورة طويلة من القرآن المكي سورة الأنعام. وكان الإنسان متردد هل ينتقل إلى سورة طويلة من القرآن المدني أو يستكمل سورة طويلة من القرآن المكي، بحيث أن العمر قد يكون قصير ولا يعلم الإنسان متى تأتيه المنية. فيعني الواحد بيفضل أنه يختار سورة طويلة من القرآن المكي بحيث أنه يمر على مجمل مقاصد القرآن المكي، ثم ينتقل إلى القرآن المدني أيضا ينتقي سور ثم سور طويلة، حيث إن لم يسعفنا الأجل لتفسير مرور على كل القرآن الكريم نكون اتكلمنا على أغلب المواضع واتكلمنا على المقاصد التي أفهمها أو فتح علي بها. مش طبعا لأن الإحاطة بكلام الله عز وجل أمر مستحيل. لذلك كان الشيخ رشيد رضا، سبحان الله، أنا بقرأ في تفسيره في سورة الأعراف، فقلت أشوف إيه آخر حاجة كتبها في سورة الأنعام، فلقيته كتب بيقول بيشتكي يعني إن هو تعب ونفسه يكمل بعد سورة الأنعام، نفسه يكمل سورة الأعراف وعايز يكمل تفسير القرآن، فبيشتكي بيقول بعد مقدمة بيقول: والفكر في بلبال والقلم والقلب في آلام، والزمن غير مساعد على محاولة الاستقصاء، وأيضا محاولة الإحاطة بعلوم القرآن ليست في استطاعة إنسان، وهي تتجدد في كل زمان. فبيو بيشتكي إن القلب مشغول وإن الإنسان في مشاغل في الحياة، وإن هو أصلا مهما حاول الإنسان أن يستقصي معاني القرآن ده أمر مستحيل. فأسأل الله جل أن يستعملنا وأن يرزقنا فهم كتابه وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. فنبدأ بإذن الله عز وجل مع سورة الأعراف، وهي نوع من الاستكمال لسورة الأنعام. قبل ما نبدأ في تفاصيل سورة الأعراف، أول نقطة عايز أتكلم فيها إن إحنا إن شاء الله هنحاول مع بعض في سورة الأعراف نعلى شوية بالمستوى. طبعا في يعني في طاقتي، لأن أصلا يعني أنا مهما الواحد علي فهو أصلا له إيه طاقة معينة. قصدي إيه؟ إن في قضايا بلاغية أو قضايا إشارات معينة في القرآن كنا بنعديها قبل كده، أو الواحد مثلا بيخشى أن ينقل أقوال في التفسير أن يتبلبل الشخص. لذلك أنا أنصح أن تأجيل سماع تفسير سورة الأعراف، إن من الله جل علينا وأتم يعني وربنا رزقنا إتمام هذه السورة، أن يؤجلها وأن يسمع سور جزء عام الأول، أو يسمع سور الأنعام ثم سورة الفتح ثم سورة الأعراف. لأن إحنا نحاول زي ما عملنا في سورة الفتح أن في بعض القضايا البلاغية هنشرحها هنتعب معها شوية، لكن هتفيدنا فهم القرآن كاملا بإذن الله عز وجل. دي أول نقطة. النقطة الثانية نتكلم في سورة الأعراف كمجمل. حقيقة الكلام عن موضوع أو فكرة أو مجمل سورة أمر أصلا صعب، وبيزداد الأمر صعوبة لما بتكون السورة طويلة. 206 آية سورة الأعراف، أطول سورة مكية موجودة في القرآن، يسمونها كان يسمونها السلف طول الطوليين، طولين يعني أطول سورتين، الأنعام والأعراف في مكة، فطول الطوليين يعني أطول سورة في مكة كانت الأعراف. فطبعا إن احنا نتكلم عن موضوع يعني بيجمع هذه الآيات الكثيرة أمر صعب جدا. لذلك الواحد لا يحب أن يتعجل ذلك، لكنها إشارات سريعة. في خصائص معينة في سورة الأعراف هنتكلم عنها، خصائص هنحاول نلتقط خصائص تميزت بها سورة الأعراف هنتكلم عنها. الفكرة بتظهر إمتى؟ اللي عايز يوفق لفهم موضوع أو فكرة ولا يكون هو الموضوع الأوحد، ده اللي بيوفق هو الفهم، لكن قد يفتح الله عز وجل على من يشاء من عباده. تظهر إمتى مع سورة؟ إنك تعمل معها حاجتين: إنك تذاكرها مذاكرة تفصيلية، آية آية، تعيش آية آية معاها، ويفضل دي تكون البداية، ثم تقرأ السورة مجملة على بعضها على بعضها، كما روية في سورة الأنعام أنها نزلت جملة واحدة، كذلك أنت تقوم تصلي بالسورة دي كلها على بعضها مرة واحدة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الأعراف في صلاة المغرب. إنه لما وده كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح سورة كان
لا يخرج من الفريضة إلا إذا أتمها. ده كان من عادة زي ما ذكر ابن القيم، ده كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يجتزئ بعض الآيات في الفروض، في النوافل كان يفعل ذلك، أما في الفروض كان يقرأ السورة كاملة كما فعل في سورة الطور أو سورة النجم أو سورة الأعراف، كان إذا افتتح سورة أتمها. لذلك ده كان أيضا ده ببعض الصحابة لما كان يفتتح سورة زي معاذ بن جبل يفتتح سورة البقرة فكان يتمها، كان يتمها. فإحنا هنحاول نتكلم عن بعض خصائص سورة الأعراف. أول حاجة موضع سورة الأعراف في القرآن بعد سورة الأنعام. الموضع ده طبعا ما أقوله هنا هو يعني اجتهاد شخصي قد يقبل وقد يرد. في فكرة كنت طرحتها في مقدمة سورة الفتح مرتبطة بترتيب سور القرآن في المصحف، إن لما نيجي نبص في ترتيب سور المصحف هنجد إن السور بدأت بسور مدنية، سورة البقرة ثم آل عمران ثم انتوا لحقتوا تناموا ولا احنا لسه بنقول بسم الله، البقرة آل عمران النساء المائدة، كل دي صور ايه من القرآن، ما نعرفش مثلا كل دي صور ايه مدنية، كل دي صور مدنية. بعد كده الأنعام والأعراف صور مكية، بعد الأعراف سورة ايه ها الأنفال، سورة الأنفال سورة ايه مدنية. نقف قبل الأنفال بقى، يبقى احنا عندنا مجموعة من الصور المكية طويلة، بعد كده صورتين أيضا طوال من الصور المكية، ثم صور مدنية. وكأن الله عز وجل أعلى وأعلم في دورات معينة من التمكين والاستضعاف الأمة بتمر به، إن مثلا صور مدنية دي بتمثل التمكين للأمة الإسلامية، إن كان المدينة في تمكين في إقامة الشرع إقامة الحدود، ده كان ممكن لنا في المدينة. ثم مرحلة الاستضعاف في مكة، ثم مرحلة الأنفال والتوبة، دي صور إيه مدنية. بعد سورة التوبة بيجي إيه يونس، بتيجي شوط مكي طويل، يونس، هود، ها، يوسف، الرعد، إبراهيم، الحجر، النحل، الإسراء، في أطول أو من أطول الأشواط المكية في القرآن. ثم تأتي سورة مدنية زي سورة الحج، ثم مكية ثم مدنية، هكذا يحدث تتابع. طيب لما نيجي نبص لسورة البقرة، وده أنا قلت إشارة سريعة، لما نيجي نبص لسورة البقرة نجد في بداية إقامة المجتمع المدني، بداية إقامة لسه مجموعات من المؤمنين رايحين المدينة، لسه ما بقتش دولة متكاملة. بعد كده سورة آل عمران في نوع من التمكين أكتر وبدأ قتال، سورة النساء تمكين أكتر ووضع قوانين والحدود والقواعد والحقوق وإعطاء كل ذي حق حقه، سورة المائدة العلاقات الخارجية مع بقية المجتمعات. نرجع تاني لنقطة الصفر في سورة الأنعام، وكأننا بنبدأ من الصفر تاني، الاستضعاف في الأنعام، نعلى شوية الأعراف، نعلى أكتر غزوة بدر أول غزوة في المدينة الأنفال، نعلى أكتر آخر غزوة في المدينة التوبة، أعلى نقطة تمكين غزوة تبوك في سورة التوبة، نرجع بعدها سورة إيه يونس، كأننا بنبدأ من الصفر تاني. فكأن الله عز وجل أعلم القرآن فيه دورات، يعني مدني ومكي، استضعاف استضعاف وتمكين، استضعاف وتمكين، وكأن ربنا بيعلمنا إن هي دي الحياة. ذلك آخر القرآن خالص، وده كنت أظن قلته في سورة الفتح، آخر القرآن خالص آخر سورتين لما نشيل المعوذات، لأن ده ختام للمصحف كله، لما نشيل المعوذات الإخلاص والفلق والناس لما نشيلهم، ودي لهم ختام خاص وغرض مخصوص، نجد أن آخر سورتين بيمثلوا القضية دي، النصر والمسد. النصر أعلى قمة تمكين إن هم يأتون أفواجا ما عادش فرادة، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، بقى الناس كلهم بيخشوا أفواج مش أفراد، فأعلى نقطة تمكين سورة النصر. وبعد كده سورة المسد أكتر نقطة استضعاف لسه في لحظات البداية، وأقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم بيصرف الناس عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير يدعو الناس إلى التوحيد ويسير خلفه عمه أبو لهب يصرف الناس عنه. آخر سورة واحد أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم بيحاول يصرف الناس عنه، والسورة اللي قبلها الناس كلها جاية عند النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن ده ويختم بالاستضعاف. القرآن يختم بالاستضعاف حتى لا نغتر، ويبدأ القرآن بالتمكين بسورة البقرة حتى نتفائل ويكون عندنا الأمل. نرجع لسورة الأعراف، فإحنا لما نبص كده سلسلة سورة الأعراف، لو افترضنا أن الأنعام هي بداية في مكة، الأعراف نقطة بعد الأنعام. إزاي الأعراف يعني مرحلة بعد الأنعام؟ الكلام ده كله ممكن يكون صعب، ممكن ما تسمعوش خالص، مش مهم أصلا. إزاي الأعراف نقطة أعلى من الأنعام، أو بتكلم في فكرة مخالفة شوية أو مكملة، بلاش مخالفة، مكملة لسورة الأنعام. لما نيجي نبص لسورة الأنعام وهنشوف كل ده أنا بتكلم عن ما تميزت به سورة الأعراف، سواء في مكانها أو في موضوعاتها.
أو في بدايتها، نتكلم في الحروف المقطعة ألف لام ميم صاد. سورة الأنعام بدأت الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، الآيات الكونية المبسوسة، وجعل الظلمات والنور، النور والظلمات الحس اللي انت شايفهم والمعنوي ان في حق وباطل. وبالرغم من الوضوح الآيات الكونية السماوات والأرض، وبالرغم من وضوح الحق والباطل والظلمات والنور، إلا ان في ناس ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، ثم أي بالرغم من ذلك بسموها تراخي الرتبي، يعني حاجة ما كانتش متوقعة أبدا، ودي شرحتها في أول سورة الأنعام. لم يكن متوقع أن يكون رد الفعل بعد خلق السماوات والأرض وتوضيح الظلمات والنور أن في ناس تكفر بالله سبحانه وتعالى. فكان من المواضيع سورة الأنعام أن هي بتركز أكتر على أن هجيب حاجات معينة في الأنعام وأجيب حاجات قصادها في الأعراف. الأنعام كانت بتركز أكتر على معنى الربوبية، على معنى الخلق، على معنى ربوبية الله. الله فالق الحب والنوى، أو الرب بقى عشان نكون حتى أكثر دقة، الرب فالق الحب والنوى، الرب اللي عنده مفاتيح الغيب، الذي يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وما تسقط من ورقة إلا يعلم. لذلك سيدنا إبراهيم كان يقول إيه؟ هذا ربي، لما رأى القمر بازغا، النجم القمر بازغا الشمس، قال هذا ربي هذا أكبر. كان قضية الربوبية. آخر سورة الأنعام قل أغير الله أبغي ربا. إنما في سورة الأعراف سيدنا موسى بيقول لهم إيه؟ قل أغير الله أبغيكم إلها. هنشوف الفرق بين الرب والإله دلوقتي، معلش نركز شوية. سورة الأنعام تركز على معنى الربوبية، معنى الربوبية الذي بث الآيات الكونية مبثوثة في الكون التي تدل عليه سبحانه وتعالى، فهي بتقر في الإنسان وجود ربنا، إن لهذا الكون إلها، أو لهذا الكون ربا، الرب المنعم المالك المدبر. لذلك سورة الأنعام مليانة آيات ربنا سبحانه وتعالى الكونية، ومليانة نعم ربنا، إن هو بينجيكم من كل كرب، إن هو نعم عليكم وأعطاكم كذا وأعطاكم أنعام. فكان التصرف الخاطئ في سورة الأنعام التعامل الخاطئ مع النعم، التعامل الخاطئ مع الايه؟ مع النعم. ربنا اداهم نعم كتير ينجيهم من كل كرب ثم يشركون، يعطيهم الانعام كنوع من النعم ثم يجعلونها لغير الله، فكان في تعامل خاطئ مع النعم. سوره الاعراف بتركز اكتر مش على النعم، مش على المخلوقات، لا بتركز اكتر. واكتر كلمه جت في سوره الاعراف وتحديدا في الاعراف غير بقيه سور، كلمه الايات، أن الله عز وجل بعد ما أثبتنا أن للكون رب في سورة الأنعام والربوبية، خلاص أنا اخترت ربنا، بس إني في سورة الأنعام إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، أنا خلاص اخترت إني في وجه رب، ماذا يريد الرب من العباد؟ دي الرسالة اللي موجودة في سورة الأعراف، إن سورة الأنعام بتقول لك لهذا الكون يا رب. سورة الأعراف بتقول لك أن هذا الرب لم يترك الناس سدى، ولكن أرسل إليهم آيات، أرسل إليهم رسالة، أرسل إليهم رسل. ماذا فعل الناس مع الآيات؟ ماذا فعل الناس مع الرسل؟ هو ده سورة الأعراف. ذلك كذبوا بآياتنا، ظلموا بآياتنا، كانوا عن آياتنا غافلين. الآيات أكتر كلمة الآيات أكتر مرة جت في سورة الأعراف، أكثر مرة ذكرت كلمة الآيات في القرآن جاءت في سورة الأعراف بتصريفاتها، جاءت في سورة الأعراف كتير جدا. ودي تلاحظها ازاي؟ لما تقرأ السورة على بعضها، انتم تقرأ السورة جملة واحدة كده، تصلي مثلا بالسورة على بعضها تلحظ الآيات. اقرأ سورة الأعراف وانت بتدور على الرسالة، الرسالات، الآيات، شوف كده كمية ذكر هذه الكلمة. لذلك في بداية السورة فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. طب ليه مش فلنسألن الأقوام ونسألن الأنبياء؟ ليه محور الرسالة؟ إن بما أرسلتم به، إن بما أرسل به كافر. ليه رسالات ربهم تكررت في السورة؟ ليه الأمر ده؟ لأن ده المحور بتاع سورة الأعراف، كيف تعامل الناس مع الآيات. سورة الأنعام التعامل الخاطئ مع النعم، لأن ربنا سبحانه وتعالى جعل نعم في الكون حتى نعلم أن لهذا الكون ربا. سورة الأعراف أن الله عز وجل أو أن الرب لم يترك الناس سدى. هو إيه الفرق بين الرب والإله؟ إيه الفرق بين الرب والإله؟
الرب اللي خلق اللي أعطى ويربي العباد بالنعم، الإله المعبود. يعني الرب ماذا ينزل من الرب للعباد؟ دي الربوبية. الألوهية ماذا سوف يقدم حق الله عز وجل على العباد؟ دي الألوهية. الناس هتعمل إيه ربنا؟ العبادة. فأنت عشان تتأله تعبد لازم يبقى في رسالة. ذلك لما سورة اللي يفرق ده جدا ويشوف قد ايه المشركين فاهمين الفرق بين الرب والإله. سورة الشعراء لما فرعون بيقول لسيدنا موسى وما رب العالمين، فرعون بيقول لسيدنا موسى وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. فلما سيدنا موسى اتغلب فحب يدخل الناس اللي موجودين فقال لمن حوله ألا تستمعون. فلما فرعون دخلهم في النقاش فسيدنا موسى دخلهم قال ربكم ورب آبائكم الأولين، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. بدأ يهرب واتهموا بالجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. أنا اللي مجنون؟ أنتوا اللي مجانين إن كنتم تعقلون. أما فرعون اتهزم قال له بص بقى مش مهم مين اللي خلق، المهم تسمع كلامي أنا، لأني اتخذت إلها ما قالش ربا. وهو فشل في قضية الربوبية، لأني اتخذت إلها غيري. تسمع كلامي أنا، اعتقد في الربوبية كما تشاء ماشي، ربنا اللي خلق والسماوات والأرض والشمس والقمر، أنا لن أستطيع أن آتي بالشمس من المغرب. خلاص زي المناظرة اللي هزم فيها النموذج. دايما مناظرة الربوبية بيهزم فيها كثير من الناس. ذلك المراحل اللي ممكن يمر بها إنسان من الضلال إلى الهدى خمسة. إنه أول مرحلة ممكن يبقى ملحد، ملحد يعني ينكر أصلا وجود ربنا. فممكن تيجي له بعض الشبهات ضد الإلحاد فيقول لك إيه أنا لا أدري أثبت ولا أدري، فبيصبح لا أدري، يسموه لا أدري، اللا أدريين. شوية كتر الآيات والنعم الموجودة تخليه بيسموه برا ربوبي، يعني يثبت إن للكون رب ربوبي. بعد كده ممكن يختار دين من الأديان الباطلة، إنه نصراني أو يهودي أو الأرضية الهندوسي بوذي، بعد كده إنه يصل إلى الحق الإسلام. فهو بيمر بالمراحل دي من نعم الله عز وجل علينا أن جعلنا مسلمين، مش محتاج تمر بالمراحل دي، ممكن إنسان ينتقل مباشرة. فسورة الأنعام طبعا السورة الوحيدة بتحتوي كل حاجة، تقول بتركز أكتر عليه. فسورة الأنعام بتضغط بقوة على قضية الربوبية. سورة الأعراف طيب بعد ما عرفت أن لهذا الكون رب، لذلك أول حاجة بدأت بها سورة الأعراف كتاب، ألف لام ميم صاد كتاب، الرب الذي تعرفت عليه في الأنعام أنزل كتابا لم يترككم، أرسل رسالة. سورة الأنعام بدأت بالخلق، الربوبية، الحمد لله الذي خلق. ودايما تعريف الرب بيبدأ من الربوبية. أول تعريف لربنا في القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق، يبقى دايما الربوبية مرتبطة بالإيه؟ بالخلق. كلام صح، ما لازم ورقة وقلم، مش هينفع، لازم ورقة وقلم، يعني الكلام مش مكتوب على وشي، انت مش عايزك تركز معايا، انا عايزك معاك ورقة وقلم. تاني لا تاني يبقوا اسمعوا الفيديو، مش هقول تاني، تاني كده مش هنخلص. يبقى الانعام ربوبيه، نعم تعامل خاطئ مع النعم انه يجعلوا ده للمشركين ويقسموها للالهه. الاعراف رساله كتاب، بدات الانعام الحمد لله الذي خلق، ختمت اغير الله ابغي ربا. الاعراف بدات كتاب وختمت بالاستماع للكتاب، واذا قرئ القران فاستمعوا، سيبك منهم بقى خلاص، استمعوا له وانصتوا. بدأت سورة الأعراف إن ممكن يكون في صدرك حرج فلا يكون في صدرك حرج، آخر السورة أنت نسيتهم أصلا ومركز مع القرآن، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. خلاص ركزت مع القرآن، لسه الآخر سورة الأعراف لسه عايزين آيات، وإذا لم تأتيهم بآية، لسه بيطلبوا آية طول بعد كل الآيات اللي موجودة في سورة الأعراف. طول ما احنا ماشيين هنجد حاجات موجودة بتختص بسورة الأعراف. ذلك تذر موسى وقومه ليذرك وآلهتك، مش وربوبيتك، غير الله أبغيكم إلها.
قضية الرسالة وكذبوا بآياتنا وظلموا بآياتنا وكانوا عن آياتنا غافلين، أيضا من المعاني المتكررة في آخر السورة الغفلة عن الآيات. ولو قدر لنا وأتم الله جل وعلا نعمة سورة الأعراف هنيجي نشوف إن الغفلة عن الآيات نوعين في آخر السورة، جت مرتين الغفلة عن الآيات في سورة الأعراف. طيب إيه تاني متميز في سورة الأعراف؟ سورة الأعراف مكية ولا مدنية؟ مكية. طيب المتتبع للقرآن المكي يجد طبعا من أكثر قصص القرآن، إيه أكثر قصة جت في القرآن؟ سيدنا موسى مع بني إسرائيل. طيب لما يجي يتتبع لقصة سيدنا موسى في القرآن يجد إن القرآن المكي كان غالبا ما بيجيبش مرحلة ما بعد إهلاك فرعون، يعني دايما القرآن المكي بيتوقف عند إغراق فرعون. ماذا بعد إغراق فرعون؟ ماذا حدث؟ والتمكين اللي حصل لبني إسرائيل، كيف تعاملوا مع الكتاب، كيف تعاملوا مع التوراة، المراوغة، التأويل، التحريف، التبديل، كل ده الانتقاء، كل ده لم يذكر في القرآن المكي، ذكر فين؟ في القرآن المدني. ليه؟ لأن القرآن كان بينزل علينا في مكة، إحنا لسه أصلاً ما عندناش تشريع، فكان بيجيب لنا نموذج بني إسرائيل حينما صبروا على البلاء، لما رحنا المدينة جاب لنا نموذج بني إسرائيل حينما فتنوا في التمكين، فتنوا بعد التمكين. فربنا جاب لنا نموذج بني إسرائيل لنتأسى به في مكة ولنحذر منه في المدينة. تاني، القرآن جاب لنا نموذج بني إسرائيل لنتأسى به في مكة ولنحذر منه في المدينة، لأن في المدينة بقى عندنا كتاب، عندنا القرآن. هم كان عندهم توراة بعد التمكين بعد إغراق فرعون، فحرفوا وبدلوا وأولوا وانتقوا. القاعدة دي موجودة في كل القرآن المكي إلا في موضوعين، سورة الأعراف، سورة طه. سورة طه ما كملتش كل الأحداث التفصيلية اللي حصلت بعد إغراق فرعون، لا جابت مشهد، مشهد إيه؟ السامري. جابت مشهد السامري، وده لحاجة خاصة بسورة طه، إن سورة طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فبتذكر أسباب شقاء الداعية إنه ممكن يخطئ أخطاء تؤدي إلى شقائه، منها وجود السامري في الصف ومش واخد باله، فده كان ذكر لغرض معين سورة طه. سورة الأعراف التكملة دي كان لها غرض أيضا، يعني سورة الأعراف أصلا من مواضعها الأساسية التعامل الخاطئ مع رسالات الله، مع آيات الله، فجابت جزء وراء بعضه، مجموعة من الأنبياء وراء بعضهم كده بالترتيب، نوح، هود، صالح، لوط، شعيب، ودول كلهم الأنبياء دول القرآن لم يذكر أن حدث لهم تمكين، يعني الأقوام بعد ما أهلكوا القرآن ما ذكرش إيه اللي حصل بعد كده. وبعد كده جاب نموذج إن حتى المؤمنين، مش بس الكافرين ممكن بيتعاملوا غلط مع رسالات الله، حتى المؤمنين ممكن يتعاملوا غلط مع رسالات الله، فالتعامل مع الرسالات، الخطأ في التعامل مع الرسالات نوعين، أهل الكفر اللي بيكفروا بالرسالة أصلا يقولوا الله لم ينزل شيئا، مفيش رسالة أصلا، مفيش كتاب، دول الكفار المشركين. في أهل الإيمان، أو مش الإيمان يعني اللي ادعوا الإيمان أو اللي اختاروا الإسلام ثم هم بعد ذلك يحرفون، يؤولون، يبدلون، يغيرون، ده التعامل الخاطئ من المؤمنين أو من أتباع الرسالة مع هذه الرسالة، فدول جزء. لذلك حصل فصل، هتلاقي كده إيه صفحة ونص فصل كده ما بين قصص الأنبياء وبعدين قصة سيدنا موسى لوحده، ثم بعثنا موسى بعد إيه؟ في آية كده تعتبر شبه من الآيات المحورية في السورة، المفسرين اختلفوا أحيانا بيتكلموا إيه الآية المحورية اللي في السورة، بعضهم قال الآية وما وجدنا لأكثرهم من عهد. لذلك بعض المفسرين سمى سورة الأعراف سورة الميثاق، عشان الميثاق اللي أخذ في آخر السورة، سواء الميثاق حقيقة إن، وهنتكلم في الخلاف فيها إن شاء الله، إن زي ما اختار الإمام الطبري إن الله عز وجل خلق كل البشر في عالم الذر من ظهر أبينا آدم وكان في نعمان بعرفة وأخذ عليهم الميثاق حقيقة، أو إن الآية دي المقصود بها الفطرة، ميثاق الفطرة الموجود في الناس، بعضهم بيسميها سورة الميثاق، بعضهم بيسميها سورة الميقات، اللي هو لما جاء موسى لميقات، إنما الاسم اللي ورد في السنة سورة الأعراف. يبقى أيضا مما اختصت به سورة الأعراف إن هي كملت بعد إهلاك فرعون، تمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، خلاص بعدها وجاوزنا، بدأ بقى هنا
التكملة دي جت في السور المدنية زي سورة البقرة، إنما جت بالتفصيل في سورة الأعراف. التفصيل سورة الأعراف هي نوع من التفصيل. لذلك نتكلم أنا معلش أحيانا بسبب في الأحداث، ابن عباس اختار إن معنى صاد ألف لام ميم صاد أنا الله أفصل. الصاد فيها من نوع من التفصيل. نتكلم في مسألة الحفر المقطعة دلوقتي. يبقى إذن دي نظرة عام عن سورة الأعراف والفروقات اللي بينها وبين سورة الأنعام، والفروقات كتير. هيتضح ده اللي يعيش مع سورة الأنعام ويقرأها، يعيشها آية آية ويقرأها جملة، ثم يعيش مع سورة الأعراف آية آية ثم يقرأها جملة، وعجائب القرآن لا تنقضي. أيضا ما تميزت به سورة الأعراف، ودي بقى هنا بداية التفسير أو بداية الكلام، وقفتنا على الآيات ألف لام ميم صاد. إحنا عندنا ألف لام ميم في القرآن، منه ما نزل في مكة ومنه ما نزل في المدينة، ويعني بيسموها تساهلا اللواميم. اللواميم المكية اللي موجودين ورا بعض في القرآن، العنكبوت، الروم، لقمان، السجدة، أو اللواميم المدنية ألف لام ميم اللي نزلت في المدينة وموجودين ورا بعض، البقرة وآل عمران. صاد، حرف صاد في مقدمات السور جه فين؟ سورة صاد، وإيه تاني؟ ومريم. فصاد غالبا بتيجي في السور المكية، فهنا جاء ألف لام ميم صاد. هنتكلم ما الذي قيل في معاني الحروف المقطعة، أنا ناقل يعني لكم. يبقى في فتميزت سورة صاد بالجمع بين ألف لام ميم صاد. بعضهم قال هي بتجمع معاني كثيرة مبثوثة في سور، فسورة الأعراف هذا الطول في تفصيل، زي ما قلنا ورد عن ابن عباس أنا الله أعلم وأفصل، إن الصاد هنا فيها تفصيل. طيب نبدأ بقى، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم صاد. الحروف المقطعة عامة إحنا لم يتيسر لنا إن إحنا نتكلم في سورة فيها حروف مقطعة، الأنعام، سبأ، فاطر، ياسين، أغلب السور اللي تم شرحها ما كانش فيها حروف مقطعة. حتى السور اللي كان فيها حروف مقطعة والواحد تناولها كان تناولها تناول سريع في خطبة الجمعة زي سورة الشورى، فما كانش فيه فرصة إن إحنا نتكلم عن أقوال أهل العلم في الحروف المقطعة. أقوال أهل العلم في الحروف المقطعة في أوائل السور منهم اختلاف كتير، منهم من أوصلها لعشرين قول أو أكتر. إحنا نحاول نقسمهم لمجموعات، نبقى عارفين إيه سبب الاختلاف الأول، ونقسم الاختلاف ده لمجموعات. إيه سبب الاختلاف في الحروف المقطعة؟ سبب الاختلاف بعضهم أشار إن من أسباب الاختلاف في الحروف المقطعة في قوله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله اللي هيختار الوقف ويقول والراسخون في العلم يقولون آمنا به، بيسموا الواو دي واو استئناف، بداية جديدة تقف، وما يعلم تأويله إلا الله، والواو دي استئناف والراسخون في العلم. فقال إن الواو دي واو استئناف، قال إن في آيات في القرآن لا يعلم تأويلها إلا الله، فمنها الحروف المقطعة فلا نتدخل في تأويلها. واللي اختار إن الواو دي سماها واو العطف، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني في آيات اختص الله جل بعلمها الراسخين في العلم. ده أحد أسباب الاختلاف. بعضهم قال لا، إحنا ممكن نختار إن الواو دي واو استئناف، يعني في آيات في القرآن لا يعلم تأويلها إلا الله، لكن تأويلها هنا مش معناها تفسيرها، لا، تأويلها هنا إن ربنا كلمنا عن حاجات هتحدث في القيامة في الغيب لن نستطيع تصورها التصور المطلق إلا يوم القيامة، فالمقصود بي ومعلم تأويله إلى الله الغيب المذكور في القرآن وقضايا لا يستوعبها العقل زي القدر، فهو يسلم به لله سبحانه وتعالى. منهم من قال إن النصوص العامة في القرآن الآمرة سواء استحبابا أو وجوبا الآمرة بالتدبر ما استثنتش حاجة ليتدبروا فيه، كل القرآن مفتوح للتدبر، فمنه الحروف المقطعة. ده خلى بعض الناس قال لنا الحق في التدبر في الحروف المقطعة، بعض الناس قال لهم لا، تانيين اللي قالوا لا ما نتدبرش في الحروف المقطعة، إن في استثناءات، كان في كلام في سندي
إن القرآن أربع أوجه منه وجه لا يعلم تأويله إلا الله. ردوا عليهم بأثر تاني لابن عباس، إن ابن عباس نفسه ورد عنه أثر إنه فسر الحروف المقطعة، فده حجة لنا إن إحنا نفسر الحروف المقطعة. النشأ من الخلاف ده ثلاث أقوال أو ثلاث أوجه، تحت كل وجه أقوال كتير. ناس قالت الحروف المقطعة لها معنى لا نعلمه ولها حكمة لا نعلمها، تكلمش فيها خالص، قالوا قفلوا الباب. في ناس قالوا ليس لها معنى ولها حكمة، يعني مش المقصد ألف لي معنى واللام لها معنى والصاد هنا لها معنى، لا دي حروف عادية، الحروف العربية ملهاش معاني، هي معانيها اللي هي الحروف العادية، لكن لها ايه؟ لها ايه؟ حكمة. واختلفوا في ما هي هذه الحكمة. وقسم تالت قال لا، لها حكمة ومعنى، حكمة ومعنى، لها معاني، هذه الحروف إشارة إلى معاني معينة. القسم الأول خلاص واضح، يبقى هنيجي نفسر ألف لام ميم صاد، خلاص كتاب أنزل ونعد، لا يتعرض لها بشيء. يقول هذه من الحروف المقطعة التي استأثر الله عز وجل بعلمه. تانيين قالوا لا، هي حروف عادية مش محتاجة إنك تتدبر في معانيها، لكن تتدبر في حكمتها. قالوا من حكمتها هذه هي الحروف التي يتكون منها القرآن، فما بالكم لا تستطيعون أن تأتوا بمثله. فقالوا الغرض منها التحدي، لذلك بعضهم حاول يجمع إن كل صور جي فيها حروف مقطعة غالبا بيأتي بعدها ذكر القرآن، ثم فوجئوا إن في بعض صور القرآن بيجي حروف مقطعة ما فيش بعدها ذكر القرآن، زي سورة مريم وسورة العنكبوت مثلا وسورة الروم. فقعدوا يتأولوا الثلاث صور دول تحديدا، يطلعوا منها أشياء موجودة للتحدي. المهم، ففي ناس قالت ان الحكمه من الحروف المقطعه هي التحدي، بعضهم قال ده نوع من تربيه الناس، الحكمه ده مش المعنى، انك انت الطفل صغير لما بيجي اول ما يتعلم بيتعلم الف، تقول له قول الف الف لام، نوع من انه هذا القران نزل لتتعلموه. الشاهد قعدوا يفكروا حكم، ذكروا اربع او خمس حكم، بعض المفسرين حاول يطلع ايه الحكم مش المعاني، واضح الفرق. القسم الثالث قال لا، ده كل حرف ليه معنى، له إشارة، وإن الحروف دي إما اختصار من كلمات، وجابوا بعض أبيات الشعر أو بيت شعر مشهور، قلت لها قفي فقالت قف، أي وقفت. فإن العرب قد تستعمل الحرف ليدل على معنى معين، كلمة مش يدل على حكمة، يدل على معنى، إن الحرف ده وراء معاني. العلماء دول انقسموا نصفين، اللي قالوا ان الحروف المقطعه، انتوا نمتوا صح؟ انا قلت لكم من الاول بلاش. القسم الثالث اللي قال ان الحروف المقطعه له معنى وله حكمه انقسموا قسمين، قالوا احنا نتبع اللي وارد لينا عن الصحابه، ما ندورش. ابن عباس قال الف لام ميم انا الله اعلم، الف لام راء انا الله ارى، يبقى احنا نقول دي معناها ونشوف الاثار الوارده عن السلف. بعضهم قال لا، ان ابن عباس هنا فتح باب الاجتهاد اصلا. اللي انكر ده قال ان السند ده ضعيف اصلا. يعني اللي انكر كل ده، عشان انا بدي لك ليه؟ عشان لما تسمع ده تعرف ان الامر فيه سعه. ان الامر فيه سعه. يعني بعض الاسانيد اللي ورد عن ابن عباس ورد بسند علي بن ابي طلحه عن ابن عباس، بعضهم قال ان السند ده ضعيف، علي بن ابي طلحه ما لحقش ابن عباس، في بينهم حاجه اسمها انقطاع، ما لحقوش. فقالوا السند ده ضعيف. وبعضهم ردوا عليه قالوا لا، السند ده بينهم واحد معروف مجاهد او سعيد بن جبير، ايا كان انهم قالوا لا السند ده حسن، وحسنه الحافظ ابن حجر، والسند ده حسن. فقالوا اذا اما ان ابن عباس فتح لنا باب الاجتهاد ان احنا نتفكر ونتامل الحروف دي بتدل على ايه، او ان احنا هنختار اللي موقوف. فبعضهم قال الف لام ميم صاد انا الله أعلم، الميم غالبا ما بيروى عن ابن عباس، وورد على فكرة عن بعض السلف أيضا أقوال أخرى، وعن الحسن البصري وعن سعيد بن جبير ورد عنهم أقوال في تفسير، لكن الشاهد الأشهر عن ابن عباس أن الله أعلم، غالبا بيختار الميم أعلم، وقالوا أن ده بيدل على علم الله المبثوث في السور. وصاد قال أفصل، وإن كان حصل تحريف في بعض الكتب كتبت أفضل، لكن والله أعلم شفت أكتر كتب اختارت لا أفصل مش أفضل، يعني التفضيل تلك الرسل وفضلنا، قالوا لا أفضل.
لكن هو الغالب والله اعلم ان لا، ان الورد عن عباس انا الله اعلم وافصل، وان سوره الاعراف فيها تفصيل في الرسالات عن بقيه السور. طب اللي اختار اخر اختيار بقى اللي هو ايه اللي انا اتكلم فيه؟ الاجتهاد، ان هم قعدوا يفكروا ايه دلالات الحروف المقطعه غير ما ورد عن السلف. باب ده بعض المتاخرين اتحرك فيه والف فيه كتب، فعلا يعني اتوا ببعض الكلام اللطيف. ورد عن ابن القيم على فكره بعض الكلام في سوره صاد، وقال ومنطلقهم ان الحروف دي بيبقى الحرف ده جه في كلمه، الحرف جه في كلمه والكلمه دي اتكررت في السور، ده كان منطلقهم احيانا في الاجتهاد. يعني مثلا يقولوا صاد من الاختصام والخصومه، وان اكتر مواقف اللي حصلت في سوره صاد كان فيها خصومات، الخصمان اللي جم عند سيدنا، الخصومه الاول بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، الخصمان اللي راحوا لسيدنا داوود، هذا حق تخاصم اهل النار، الخصومه اللي في يعني في يختصمون في الملأ الاعلى، ان الخصومات جه اربع او خمس مواضع في سوره صاد فيها خصومه. خلاص؟ فبعضهم سار على النهج ده وجاب مثلا كاف ها يا عين صاد، وقعد يتتبع الحروف دي موجوده فين؟ فلقى مثلا ان كاف جت من الكلمات اللي جت في سوره مريم كن بامر الله كن، والهاء الهبه ان الله جل وهب يحيى ووهب عيسى، وياء وعين يعمل الصالحات، فقالوا ان كن هبه من الله لمن يعمل الصالحات، دي كاف ها يا عين صاد. بعضهم قال نون من المنع والنعمه، واكثر كلمات جت في النون سوره نون القلم المنع والنعمه، وقالوا ان معنى سوره نون ان جزاء الله منع النعمه على من منعها زي اصحاب الجنه. الشاهد كل دي، طب دي نعمل معاها ايه؟ دي زي ما كان الشيخ البحياوي المعاصرين بيقول، المغربي بيقول ايه؟ هذه اللطائف تشم ولا تفرك. يعني ايه تشم ولا تفرك؟ يعني انت ايه ممكن تستمتع بيها طالما لا تخالف الشريعه، لكن مش هتقول ان ده المقصد اساسا. ما تقدرش تجزم، ما تقدرش تقول ان المقصد من الف لام ميم صاد كذا. طب يذكر استئناسا من عجائب القران. بعضهم لا قال ان الف لام ميم زي ما بعضهم من المعاصرين قال ان دي ممكن ايه فيها اشارات الى علامه الاستفهام الم، وان هي جت ثلاث مرات في سوره البقره. وبعضهم قال لا ده الالم مع الامل، وان اللواميم فيها الم وامل. عايز اقول لك ان اللي اتكلموا كتير جدا في الحروف المقطعه ولا سيما المعاصرين. خلاص؟ فنرجع لالف لام ميم صاد، برضو بعضهم اتكلم فيها وحاول يجيب لطائف، لكن احنا مش هنخوض في ده الا لما نمشي في شوط مع بعض، بحيث نرجع كل شويه بعضهم قال دي ليها علاقه بكذا ودي ليها علاقه بكذا، ونكتفي بقول فيما روي عن ابن عباس وان كان بعضهم ضعف في السند انا الله اعلم وافصل، وان سوره الاعراف تمتاز بزياده تفصيل في الرسالات وماذا حدث مع الرسل عن سوره الانعام. سوره الانعام كان الاجابه المجمله. لذلك بيشبهوا سوره الاعراف بسوره هود، وسوره الانعام بسوره يونس. يونس برضو الكلام عن مجمل التوحيد، مفيش تفصيل قوي في التعامل مع الرسل الا بسيط في اخر السوره. سوره هود هي اللي كان فيها تفصيل في الرسالات. الف لام ميم صاد، انا ما كنتش ناوي والله ندخل الدخله دي، بس هي بس عشان نبقى احنا اي سوره بعد كده ان شاء الله تقابلنا فيها حروف مقطعه نحيل على الموضع ده، نحيل على الموضوع ده. كان احد المشايخ كان بعت لي لطيفه كده ذكرها الامام السيوطي في كتاب الاكليل من احكام التنزيل، كان بيقول هل في يعني مثلا زي دليل او مرجع للعلماء انه يقول حاجه في موطن وبعدين يجي في الموطن الثاني يحيل عليه، مش لازم يقولها يرجع يحيل عليه. فجاب ايه من القران وقد نزلنا اللي هي نزلنا عليهم في الكتاب اللي هي الايه قد نزل عليك في الكتاب من قبل وقد نزل عليكم في الكتاب، ان ايه ان الحكم ده بيحيل على ايه الانعام، الايه بتاعه النساء بيحيلها على ايه. فجاب استنباط هنا ان ده ممكن ان العلماء يحيلوا على موطن اشاروا فيه شرحوا فيه الموطن. فاحنا بعد كده ان شاء الله اي سوره تقابلنا فيها حروف مقطعه بنحيل على ايه هذا الدرس في مقدمه سوره الاعراف. الف لام ميم صاد بدات سوره كتاب اول. بعضهم قال انا اسف في الحروف المقطعه ان دي اسماء سور،
دي اسماء صور. بعضهم قال ان من الحكم التنبيه، استثاره الايه؟ الانتباه. كتاب انزل اليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. بعضهم قال ان هي دي الايه المحوريه اللي في السوره، وبعضهم قال زي ما قلنا لا، ان الايه المحوريه اللي قبيل على طول قصه سيدنا موسى بعد انتهاء قصص الرسل وقبل قصه موسى، وما وجدنا لاكثر من عهد، وان اغلب سور الاعراف لمن نقضوا العهد، وده فعلا موجود في سوره الاعراف، ناس كتير نقضوا العهد والميثاق. كتاب في رساله، ان الرب الذي تعرفت عليه في الانعام واتخذته ربا، غير الله ابغيكم، فقل غير الله ابغي ربا، هو رب كل شيء، خواتيم سوره الانعام. هذا الرب لم يترككم سدى، انزل اليكم كتاب. كتاب انزل اليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ان الله لم يتركك وانزل اليك كتابا. كتاب انزل اليك، بعضهم قال امتى بيجي اليك وامتى بيجي عليك. احيانا القران يقول كتاب انزل عليك، انزلنا اليك الكتاب او عليك الكتاب. بعضهم قال عليك، عليك حرف استعلاء، العلو ده بيبقى فيه نوع من التكليف، وإليك تشريف، يعني أقول لك دي بتاعتك، هذه لك، أنا بديك هدية. فلما القرآن يقول إليك فيها نوع إيه؟ تشريف. لكن على زي ما أقول لك عليك كذا، واجب عليك كذا، فغالبا مواطن الإنزال الكتاب بعليك فيها نوع من الايه؟ من النوم شويه، فيها نوع من الايه؟ من التكليف، انما اليك فيها نوع ايه؟ من التشريف. طب ازاي هنا تشريف؟ وهو اصلا بيقول له فلا يكن في صدرك حرج، ده هو اصلا، فكأن في اشاره ينبغي ان تفرح، فكيف تقع في الحرج؟ يعني انا اديتك حاجه هي المفروض تكون سبب فرحك، كيف تجعلك، كيف يجعلك هذا الشيء في حرج؟ كتاب أنزل إليك فلا ينبغي أبدا أن تكون في حرج، ينبغي أن تتشرف به وأن تفرح به وأن تستعلي به. كتاب أنزل إليك، فتعقيب بقى بما إن الكتاب ده أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكره منه. يعني الأول حرج عشان نفهم يعني إيه فلا يكن في صدرك حرج. الحرج قالوا في اللغة الحرج الأشجار لما بتتشابك والأغصان بتبقى متشابك، وتيجي الراعية والدواب بترعى، تيجي تمشي في مكان بترعى فيه، وتيجي تدخل مكان الأشجار تبقى متشابكة فيه، ما عادتش تعرف تمشي وتقف، ويحصل تشابك بين مثلا قرونها والأغصان دي، ما عادتش عارفة ترجع ولا عارفة تمشي، لك وقعت في الحرج. بيسموا المكان ده الحرج، موطن تشابك الأشجار اللي بيخلي الراعية لا تستطيع أن تستمر في السير، بيسموها إيه؟ حرج. فشبهوا التشابك اللي بيحصل بين الأشجار ده بحالة الاشتباك النفسي والضيق النفسي وضيق الصدر، ده سموه حرج، سموا ده إيه؟ حرج. استعار، العرب بتستعير المعنى الحسي للمعنى المعنوي، فإن ولكن في صدرك حرج، التفسير المطابق ضيق، كان ورد عن بعض السلف شك، فلكن في صدرك حرج، ما يبقاش صدرك ضيق. طيب، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج لتنذر به. لن تستطيع أن تنذر إذا كان في صدرك حرج، عمرك ما تستطيع أنك تصل إلى القوة في الإنذار، وأن تخوف الناس، وأن تذكر الناس، وأن تنصح الناس، إلا إذا انتفى هذا الحرج. دائما الحرج بيجعل الصدر يضيق، ويجعل اللسان يتوقف، ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. الحرج خليك مش قادر تتكلم، مكسوف، خايف. انت لازم تبقى مؤمن بالشيء بقوة عشان تعرف تبلغه، ولا سيما لو ان هذا الكلام يخالف تقاليد وعقائد الناس، كيف ستواجههم وانت في صدرك حرج؟ ذلك مثلا اللي يروح مكان في شغل او في جامعة او في وظيفة او في اسرة او في اي مكان وفي صدره حرج من تعاليم الدين، مش مقتنع، لسه مش منفذ بقوه، مش منشرح الصدر، تلاقيه مكسوف مش قادر ينصح الناس. انما تلاقيه اللي منشرح الصدر، فتلاقيه قاعد الناس كلها شايفاه غريب، وهو قاعد الناس دي كلها عامله كده، الناس دي غريبه قوي، هو شايفهم غريب، هو شايفهم انتوا عاملين كده ليه؟ هم يبصوا له انتوا عاملين كده ليه؟
انتوا مش حاسين في حاجه غلط؟ هم يقولوا انت مش حاسس ان في حاجه غلط؟ لا مفيش حاجه غلط. هو واثق وليس في صدره اي حرج اصلا، هو تجاوز هذه المرحله. لذلك لن تستطيع ان تصل الى الانذار الا اذا تخطيت هذا الحرج، لازم تتخطى ده. لذلك ربنا بيقول له انت مش المفروض تقف عند دي بس، ده انت تتخطى الحرج حتى تصل الى الانذار. يعني مش بس انك انت يعني تتجاوز مرحله الحرج من الاحكام التشريعيه اللي هتجي لك، لان قلنا سوره الاعراف فيها رسالات، جاي لك رسالات كتاب، فلابد ان تتجاوز مرحله الحرج الى مرحله الانذار. طيب كيف اتجاوز هذا الحرج؟ ان تعلم انه من عند الله، كتاب انزل اليك. فاذا علمت ذلك، الاشار الامر ده الزمخشري وتابع ابن عاشور، قال اذا علمت انه من عند الله تجاوزت هذا الحرج. قال انت الناس شايفاك غريب، انا ماشي على امر ربنا، شوف انتوا ماشيين تبع مين. انا اصلا اني على بينه من ربي، زي سوره هود. انتوا اللي عندكم مشكله، انتوا جايبين الكلام ده منين؟ فكتاب انزل اليك فتذكرك لهذه الحقيقه ينفي عن صدرك الحرج. تذكر ان ما عندك او ما تطبقه او ما في يدك هو من عند الله ينفي هذا الحرج من صدرك. خليك منطلق، جئتكم من عند الله، يعني الكلام ده مش من عندي، من عند ربنا سبحانه وتعالى، فبتتجاوز مرحله الحرج. طيب ايضا وكان هناك اشاره ان حاله الحرج النفسي دي، الاشتباك اللي بيحصل اللي بيخليك مش قادر تتقدم، احنا قلنا الحرج ده اشتباك بين الشجر يخليك مش عارف تطلع. اهل الباطل عايزين يوصلوك للمرحله دي انك ما تتقدمش، فيحطوك في حرج، يحطوك في حرج، فانت مش عارف تطلع بالدين لقدام، انت نفسك مش عارف تطبق الدين، يخلوك دايما بتقع في نوع من انواع الحرج. احنا قلنا تفسير الحرج الحسي ان الراعيه لا تستطيع ان تتقدم بسبب اشتباك الشجر. تفسيره المعنوي ان الداعيه مش عارف ينطلق، مش عارف ينذر، مش عارف يبلغ الناس، لان هو جواه حرج. الحرج ده مين اللي بيعمله؟ الناس، اهل الباطل بيضعوك في ظروف يخلي في صدرك حرج، انت بعيد عن الناس وتتلقى الوحي بتفرح. تيجي تنزل للمجتمع، لذلك لتنذر به، او لما تيجي تنزل بالانذار ممكن تجد هذا الحرج. فاهل الباطل بيضغطوا عليك عشان تقع في هذا الحرج. لابد ان تكسر هذه الاغصان وان تكسر هذه الشبكه وتقتحم، والا تقع في الحرج. انت المفروض تتجاوز ده، هم عايزين يحطوك في الحرج، يقعدوا يسالوك اسئله كتير، هتعملوا ايه في السياحه؟ هتعملوا ايه في كذا؟ هتعملوا ايه في كذا؟ فتحس ايه ده؟ هو الدين بتاعنا مش مناسب للعصر ده ولا ايه؟ فتقع في حرج، خايف تقول احكام تشريعيه زي حد الرده مثلا، خايف مش مناسب، الخلافه زي كلام وائل الغنيم مثلا، انك بيحطك في ايه؟ في حرج. انت ايه ده؟ هو احنا فعلا ما عندناش تصور؟ هو فتبدا طب خلاص بلاش نتكلم في الموضوع ده، خلينا نتجاوز ونضي، حطك في حرج. لا انت لازم تتجاوز ده. لذلك بعض اهل العلم قال، او كتير من اهل العلم اشار الى معنى لغوي لطيف، فلا يكن في صدرك حرج. لا يكن، كان، حتى اللغه السريعه المفروض كان ترفع الاسم تنصب الخبر، اسم كان هنا فين؟ حرج. فلا يكن في صدرك حرج، يبقى النهي متوجه للايه؟ النهي متوجه للحرج. يعني ربنا بيقول يعني طب ازاي النهي متوجه للحرج مش للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا ده معنى لغوي، عارف لما تقول لواحد لا أرينك، او لا أرينك ها هنا، انت بتؤمر نفسك، عارف تقول انا مش عايز اشوفك هنا، فمعناها ايه؟ انك تمشي، معناها انك تمشي. فكأن هنا قالوا في اشاره، خاصة لما قالوا هو الحرج الضيق النفسي ده انت اللي بتعمله ولا هو اللي بيجي غصب عنك؟ يعني النبي تاني عشان النبي صلى الله عليه وسلم لما نصح الصحابي قالوا لا تغضب، هو الصحابي هو اللي بيختار الغضب ولا الغضب بيجي غصب عنه؟ فقالوا امال ايه معنى لا تغضب؟ ما تحطش نفسك في مواطن الغضب، ولما تقع في مواطن الغضب اتصرف بسرعه واطلع من مواطن الغضب، استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لو واقف تجلس تتوضا. يبقى اذا الامر لما بيجي الامر للحاجات النفسيه دي الغرض منه الا تسقط فيها، واذا وقعت سارع بالخروج منها. يبقى لا يكن في صدرك حرج، اياك ان تجعلهم يصلوا بك الى هذه المرحله. اوعى تتحط في ضغط، اوعى يجيبوك في برنامج ويقعدوك في كورنر وينزلوا فيك ضرب، هتعمل ايه في كذا؟ ما تحطش في الموقف ده، ولو اتحطيت اخرج منه، اطلع على طول، تذكر جمال هذه الشريعه وانه من عند الله وان الله قادر، خرج نفسك منه بتذكر انه من عند الله. ما تسمحش ان الحرج يستقر في صدرك،
إياك أن تسمح بذلك. يقول الله عز وجل: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. لذلك قالوا أني من دي ممكن تبقى ابتدائية، أي لا تجعل نزول القرآن سبب وبداية لهذا الحرج. لا يكن في صدرك حرج من القرآن أبدا، إياك أن تتحرج من الآيات من الرسالة. وإذا حدث فأخرج من هذا الموطن سريعا. يعني ممكن إنسان يسقط، مش النبي صلى الله عليه وسلم، إحنا بالنسبة لنا الأمر ده ممكن تسقط في حرج. لذلك قالوا إن النهي عن شيء لا يستلزم الوقوع فيه، يعني مش معنى أن ربنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أنه وقع في ذلك، لا، ده تحذير لما قد تفعله الظروف في من يسير في هذا الطريق، أو فيما تفعله الأحداث لأتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فحينما يأتي النهي للنبي صلى الله عليه وسلم يكون أتباعه على حذر. أنت ما تيجي تقرأ الآية تقول إذا كان ربنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا فكيف بنا، فتكون أكثر احترازا من الوقوع في هذا الحرج. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج. وإن ده في إشارة إن القيود الداخلية أكثر إعاقة من القيود الخارجية. قيد الهم والحرج والغم ده ممكن يخلي الإنسان يتوقف عن السير. ذلك أول طلب طلبه سيدنا موسى لما ربنا قال له اذهب إلى فرعون في سورة طه، قبل ما يقول تيسير الأمور الخارجية طلب الشرح صدر الداخلي. قال رب اشرح لي صدري أولا داخلي الأول ويسر لي أمر الأمور الخارجية. لأن لو الأمر الخارجي متيسر والصدر ضيق لا يستطيع الإنسان أن يسير. لكن لو العكس حصل، ان الصدر منشرح والامور منغلقه، فالانسان يحاول وياخذ الاجر حتى لو لم يتم الفعل. فانشراح الصدر امر مهم جدا. فالقضيه انك اياك ان تصل للنبي صلى الله عليه وسلم قال اعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل، كل دي حاجات داخليه، وفي الاخر غلبت الدين وقهر الرجال، دي امور خارجيه. كل الامور الداخليه الاول، الهم والحزن عجز وكسل جبن وبخل، بعد كده غلبت الدين وقهر الرجال. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به. احنا قلنا ان لازم نتجاوز مرحلة الحرج، مش بس انك ترضى او تكون منشرح الصدر بالقرآن، لا، ده انت المفروض تنتقل الى مرحلة الانذار. قلنا لن تستطيع، كما قلنا لن تستطيع ان تصل الى مرحلة الانذار ومواجهة الناس الا بنفي هذا الحرج. ايضا هناك اشارة ان الطبيعي، او مش الطبيعي يعني الظروف غالبا هتخلي الناس تقع في حرج، لان المطلوب منك امر صعب، مواجهه المجتمع ومواجهه على العقائد وتبليغ الرسالات ومواجهه الطغاة امر فعلا قد يؤدي الى وقوع هذا الحرج. فلابد ان تكون على حذر من ذلك. يعني لما ربنا يقول لنا احترزوا من الشيطان لا يغوينكم الشيطان، يبقى اذا وارد بنسبه كبيره ان الشيطان يضلك. فالامر لما ربنا يقول لنا خدوا بالكم لا تقعوا في هذا الحرج، ده وارد ان صعوبة الطريق قد تجعل الانسان يقع في هذا الحرج. لتنذر به، تحرك بالقرآن. لابد ان يكون الانذار بعد انك انت ما عادش صدرك حرج، مش ان انت مثلا ايه عشان تخلص من الحرج ده تخلي الانذار من غير القرآن عشان ما نواجهش الناس بقضية النار والدار الاخرة، لا، فينذرهم بحاجات تانية، ان مثلا بلاش كذا عشان صحتك وعشان شكلك هيبقى مش حلو وعشان الرجيم هيبوظ. لا، انت تنذر به، ما انذر به القران تنذر به، ان مصدرك هو القران. لا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به، تنذر به المعرضين، ويكون القران ذكرى للمؤمنين. فاهل الباطل يحتاجون نذاره القران، وأهل الإيمان يحتاجون تذكير القرآن، تذكير ذكرى للمؤمنين. إن الإنسان بطبيعته ينسى، لقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، الإنسان بطبيعته ينسى. فالقرآن بالنسبة لهم هو الذكرى على طول، محتاج على طول إنه يتذكر. في آخر سورة الأعراف إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. ليه؟ لأنهم من المتقين. فربنا قال هنا إن القرآن ذكرى للمؤمنين، آخر الأعراف آخر السورة، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، لأنهم في علاقة مع القرآن، يعني هم يستمعون القرآن، يعني بعدها وإذا قرأ القرآن فاستمعوا. فبما أنه يستمع إلى القرآن فإذا مسه طائف من الشيطان يتذكر، وذكر للمؤمنين.
كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكروا. اتبعوا النقلة دي مباشرة، هل الآية الأولانية أمر للنبي صلى الله عليه وسلم ثم الآية الثانية أمر للأمة؟ يعني فلا يكن في صدرك حرج وبعدين اتبعوا، ولا في محذوف زي ما اختار الإمام الطبري أي فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به فقل لهم اتبعوا؟ يعني اتبعوا دي هل النبي صلى الله عليه وسلم هو استجاب مباشرة فعلا ونفى الحرج عن صدره وقام للإنذار فقام للناس وقال اتبعوا ما أنزل إليكم، فإذا كلمة اتبعوا دي اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم للقوم فقل اتبعوا في قل محذوفة، أو أن الله جل أمر النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون في صدرك حرج منه لتنذر به ثم أمرنا بالاتباع. أيا كان لو في قل محذوفة فيها دلالة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم طبق مباشرة لتنذر به فأنذر مباشرة. لو الخطاب للأمة المقصد أن هذا القرآن جاء لتطبيقه لا للتبرك به فقط، اتبعوا مش استمعوا، مش بس الاستماع، قضية اتبعوا ما أنزل إليكم ربكم، وهي دي الإشكالية أصلا في التعامل الخاطئ مع رسالات الله، وإن التعامل الأمثل ببساطة اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، لأنه ربكم الذي تعرفتم عليه في الأنعام، لأنه ربكم فلم يترككم سدى فأنزل إليكم كتاب فاتبعوه، وده في آخر الأنعام، مثلا كتاب مبارك أنزلناه إليكم فاتبعوه، هذا كتاب مبارك فاتبعوه، يبقى الأمر إن هذا الكتاب أنزل لتتبعوا، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. طيب هي اتبعوا هي ولا تتبعوا من دونه أولياء، هي ولا مش هي؟ يعني اسمع كلام فلان، طب لازم أقول لك اسمع كلام فلان وما تسمعش كلام فلان؟ طب ما هي 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 ولا لا مش هي هي، لأن ممكن أقول لك اسمع كلام محمد لكن هذا لا ينفي أنك تسمع كلام محمد أحمد برضه، فتسمع كلام محمد وأحمد وإبراهيم، لا. لذلك إحنا عندنا التوحيد شقين، التوحيد عندنا مش الله إله، لا، التوحيد عندنا لا إله إلا الله، ده التوحيد. بس ممكن تقول الله إله، طب ماشي الله إله بس في آلهة تانية، ده اللي كان بيقوله المشركين، يقوله المشركون فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. فالمطلوب مننا ان احنا نتبع القرآن وبس، اتبعوا ولا تتبعوا، لا إله إلا الله، يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، هو ده كمال التوحيد. مش اتبعوا ما أنزل إليكم حاضر، بس برضو ممكن نتبع حاجات تانية، لا، توحيد مصدر التلقي، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم وكيف لا تتبعون ما أنزله ربكم، الرب الذي أنعم وأعطى. ذلك الأعراف بعد الأنعام يعني فعلا دي يعلمك فن الدعوة، لكن لما تسمع عن قدرة ربنا ونعم ربنا في الأنعام فطبيعي انك تطبق الأمر. ذلك في الأعراف ربنا يقول ألا له الخلق اللي اتشرح في الأنعام والأمر اللي مشروح في الأعراف، ألا له الخلق والأمر، فالذي خلق يعني الخلق احنا قلنا جه في الأنعام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، سورة الأعراف بدأت اتبعوا كتاب فلا يكن اتبعوا، فربنا قال في الأعراف ألا له الايه الخلق زي ما كانت واضحة في الأنعام، والأمر زي ما موجودة في الأعراف، أمر بسيط الذي خلق هو الذي يأمر فاتبعوا ما أنزل إليك، لذلك ربنا قال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. التانيين عملوا لكم إيه عشان تسمعوا كلامهم؟ ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكروا. يعني ولا تتبعوا من دونه أولياء، لماذا تبحثون عن ولي غيري؟ ليه رايحين تدوروا على حد يتولاكم؟ وفي هنا إشارة إن الناس لا يستطيعون أن يعيشوا بدون منهج، الناس لازم هتتبع حاجة، يعني مفيش حاجة اسمها، يعني حتى الملاحدة لما بيقولوا إحنا مفيش دين مفيش قواعد بيرجعوا هم يحطوا قواعد، يعني ذلك اللي مش هيعبد حد هيعبد نفسه، اللي مش هيعبد حد هو بيعبد تعس عبد الدينار عبد الدرهم، هو لازم هيتبع حاجة، فالناس مفطورة على اتباع منهج معين سواء هيتبع منهج أرضي أو سماوي، وسماوي إما محرف أو حق زي القرآن،
فلازم في اتباع. فربنا بيقول لهم كده كده انتوا هتتبعوا حاجه، فاتبعوا القران، اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم الذي يريد لكم الخير، اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء. ابن عاشور قال تحتمل معنيين، اي لا تطيعوا الالهه، لا تتبعوا من دونه اولياء، او سدنة الالهه اللي بيدعوا خدمه الالهه فبيدوك اوامر، او لا تتبعوا اي لا تطلبوا، لا تبحثوا عن ولي غيره، يعني ما تسمعوش كلام الالهه او السدنة بتاعتهم. يبقى تتبعوا هنا معناها تطيعوا، او لا تتبعوا اي لا تطلبوا، من تتبع زله فلان اي ظل يطلبها ويبحث عنها، فلا تتبعوا من دون اولياء. عمالين تدوروا على مناهج ارضيه ليه؟ نجرب الاشتراكيه فشلت، طب نجرب الليبراليه، طب ما القران موجود يعني، طب انتوا رايحين تدوروا على غيره ليه؟ ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكروا. ان ربنا بيقول لك ان سنه ربنا على مدار التاريخ ان القليل هو الذي يتذكر، وما وجدنا زي ما في نفس السوره لاكثرهم من عهد قليلا ما تذكرون. بعض اهل العلم قال، وده الغالب، ماشي احنا قلنا احنا هنعلى بالمستوى بقى كل شويه، ان الماء دي بيسموها ماء موصوله. يعني ايه لو جات لنا في القران وقلنا ماء موصوله؟ يعني ايه ماء موصوله؟ يعني مش مقطوعه، صح؟ يعني ايه ماء موصوله؟ اي بمعنى اسم موصول اللي هو الذي، فبتتحط مع اللي بعدها، او ماء مصدريه. لا انا الاغلب، انا اسف، الاغلب قال ان هي مصدريه مش موصوله، جزء قال موصوله، والاغلب من المفسرين قال ان هي مصدريه. يبقى لو موصوله بمعنى الذي، واللي قال ان هي مصدريه، يعني ايه ما مصدريه بقى؟ يعني ايه ما مصدريه؟ وده الراجح في الايه هنا، يعني ايه مصدريه؟ ان هي مع الفعل اللي بعدها تدي مصدر. فقليلا ما تذكرون معناها قليلا تذكركم، فما وتذكرون مع بعض، ودوا ما عنتم معناها ودوا عنتكم. سورة آل عمران، ودوا أي هم يتمنون، ودوا ما عنتم، هنا مش ما نافية، لو ما نافية أنت بوصل الجملة، هنا بيسموها ما مصدرية، أي ودوا عنتكم، يحبون لكم العنت. فقليلا ما تذكرون معناها قليلا تذكركم. اللي ربنا قال لنا في الآية قبلها على طول، وذكرى للمؤمنين، أن قليل من أهل الإيمان هو الذي ينتفع بالقرآن للأسف، قليلا ما تذكرون. والدليل على كده قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلها، والدليل على ذلك كم هنا كم التكثير، كم الخبرية اللي بتيجي للكثرة، كتير قوي، وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. آخر حاجة أهل العلم قالوا أهلكناها فجاءها بأسنا. طب إزاي؟ مش هو لو أهلكناها خلاص هي ماتت، إزاي أهلكناها فجاءها بأسنا؟ إزاي ربنا عقب بعد كلمة أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أهم قائلون؟ هنا تركها للمرة القادمة بإذن الله عز وجل، هذا ما سنعرفه بإذن الله عز وجل المرة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يستعملنا وإياكم في فهم كتابه وفي العمل به، وأن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل وخاصته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خيرا. Thank you.